السلام عليكم، مرحبا بكم، عواشركم مبروكة، الصحة والسلامة يا ربي. اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم بريوات بليزيبينا، كيجيو لداد وزوينين بزاف. نضيف الزبدة، ندوب نضيف واحد البصلة مشلدة، غادي نشحرها مزيان حتى تنزل البصلة، هي البصيلة ديالنا تشحرات، غادي نحيدها، غادي نضيف الزبدة، عندي هنا ما كانش نص كيلو حيت كان صايب منه نشلاضة، غادي نحيدو هاد العويدات هادو باش ما يجيوش قاصحين، كيجيو زوينين ومعلكين وصحيين. نضيف الملحة، نضيف الإبزار، الفول الأسود، غادي نحك واحد شوية ديال الكوزة، غير شويه ماشي بزاف، نخليها تشحر تنشف من الماء، هي نشفت من داك المويه اللي كتنزل منها، هي كتذوب ما كتبقاش بزاف، واخا يكون كمية كبيرة ملي كطيب كتولي غير كميشة غير شوية، هيا نشفت من الماء مزيان، داك المويه اللي كتنزل منه، غادي نزيد ديك البصيلة اللي شحرنا، غادي نزيد ثلاثة ديال الفرماجات مثلثين، هي الحشوة ديالنا ولات معلكة بديك الفرماج، غادي نجمعهم بواحد البيضه، على حساب الكميه، انا عندي ما كملاش نص كيلو،
500 غرام ما كاملاش عندي ديال لي زيبينا. دوبلو المقادير ها هي وجدت الحشوه ديالنا مع الكغزاله. قطعت الورقه الا كانت طريه تكون حسن. انا كانت عندي في الثلاجه شاطت لي من حاجه اخرى. كنصفهم هكا باش تجينا سهله. في كل بلاصه ديك البلاصه الحرشه هي اللي كتكون فيها الحشوه. غادي ندهنها بالزيت غادي نحط الحشوة. هكا كتجينا الطريقة سهلة باش دغيا كنكملو. كلو على هذا الشكل هذا بالنسبه للمبتدئين. كندهنو بالبيض الا كان الدقيق مع الماء يتخلط مع الماء والدقيق كيكون حسن. انا كان عندي البيض ديال البيض قلت راه نلصق به على الشكل. انا نقلبهم بغيت ندخلهم الفران. هذا الشكل النهائي كيجو. كيجو معلكين وزينين. نتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ودي خطيكم وعواشركم مبروك.